السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيقابل كتير مننا، هو تزاوج الطيور اثناء القلش، يعني والطير بيوقع ريش. هل البيض هيطلع عمران؟ هل الانثى هتبيض عدد بيض كويس ولا هيكون عندها مشاكل؟ وازاي نتخطى الموضوع دوت؟ ده هيكون موضوعنا ان شاء الله عز وجل اللي هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل، وهنتكلم عن التزاوج الصحيح للطيور بيكون ازاي. ولكن بذكرك لو لسه اول مره تشوف القناه، ما تنساش تعمل اشتراك من الزرار الاحمر اللي موجود تحت وتخليه لونه يكون رمادي، وتاكد انك مفعل زرار الجرس عشان يوصلك تنبيه بكل فيديو بينزل اول باول. الفيديو اللي قدامنا دوت لزوج انصاص انجليزه زي ما بيتقال عليها كده في السوق. الطيور بتبقى حجمها كويس ولكن ما هياش انجليزه او ما هياش فيها المعايير العالميه بتاعت الانجليزه. المعايير العالميه للانجليزه هي زي العقد والتاج او الجزء اللي فوق بتاع الراس دوت، الجسم القوي الممشوق، بقع الزور، السلاحات القويه او المتقاطعه، الاتب او التكشيره بتاعت العصفور، لها معايير كتيره جدا معايير الانجليزه. فظهرت بعد كده انصاص الانجليزه اللي هي اللي قدامنا ديت، حاجات مطلوبه وحاجات السوق بيحبها وباستمرار في طلب عليها كتير، لان انتاجها بيكون اسرع من الانجليزه وفي نفس الوقت سعرها بيكون في المتناول بالنسبه لاي حد. فالزوج بقى اللي قدامنا دوت، او نرجع بقى لموضوعنا، الزوج اللي قدامنا دوت الذكر كان في فتره راحه اثناء الكام شهر بتوع الصيف. لما جاي يتجوز الانثى كان في بدايه الامر، دلوقتي لو انت كنت بتبص عليه تحس ان هو مش عارف يتجوز، يعني الحركه اللي بيعملها دي كده كان ذكر مش عارف يتجوز ازاي. ولكن هي كل الحكايه ان هو عمال بيظبط الريش بتاعه وبيأهل نفسه لعمليه التخصيب. اللحظه دي او التوقيت دوت اللي الديل بتاع الذكر موجود تحت ديل الانثى، ده كده تزاوج صح 100%، والناتج عنه بيكون بيض عمران باذن الله عز وجل. الانثى لما بتبدا في موسم التزاوج والانتاج بيبدا المجمع عندها او الجزء اللي هو بتاع وضع البيض بيبدا يتدلى، وبيبقى فيه من اسفل الظهر كده القصره اللي موجوده او الحته اللي هي اللي بارزه دي. ده معناه ان الانثى خلاص على وشك وضع البيض، يا اما ممكن تحط البيضه ديت النهارده او بكره بالكتير تكون حطها. فقبل ما البيضه ما تتكون لازم الذكر يقوم بعمليه تخصيب للانثى. الذكر ممكن يخصب الانثى بتاعته مره واحده بس، والمره الواحده دي بينتج عنها بيض عمران للعش كله بالكامل. ولكن بعض الاناث بتحتاج ان الذكر يتزاوج معاها اكتر من مره لضمان ان البيض كله يكون عمران. طيب نرجع لمرجوعنا بقى، هل الذكر لما يكون في فتره قلش او الانثى هل الانتاج منه بيكون غلط وهل هيأثر على عدد البيض؟ بالنسبه للذكر، لو الذكر في مرحله قلش زي الذكر اللي قدامنا دوت كده بيكون غير مفضل ان انت تقوم بعمليه تزاوج للطيور. ولكن انا هنا في الفيديو انا بس كنت بخلي الطير يبدا يأهد نفسه لاول عش بعد الموسم. الطيور خلال الموسم الراحه اللي هي فصول الصيف او الشهور الحاره على حسب الدوله اللي انت بتتفرج علينا منها دلوقتي، لو انت مثلا في مصر او في جمهوريه مصر العربيه حاليا درجه الحراره اليومين اللي فاتوا في شهر 7 و8، وكان نهايه 9 او نهايه عفوا شهر 6، دول كانوا 3 شهور حارين جدا، نهايه شهر 6 و7 و8. على اول شهر 9 اللي فات دوت كان بدات الحراره تتظبط، ولكن مش درجه حراره معتدله، فما كانش ينفع ان احنا نعلق العشوش للطيور بتاعتنا. ولكن بعض الطيور ابتدينا ان احنا نعلق لها العشوش على سبيل ان احنا بنعمل لهم عمليه تليين او تجهيز، ان الانثى تبدا تبص على العش، تبدا تعرف ان في عش عندها، تبدا تعض في الارضيه الدرج، فتبدا تجهز نفسها لعمليه التزاوج والانتاج. وكان من ضمن الطيور اللي بدات تجهز هو الزوج ده، بدا يجهز وبدا يحط بيض، وبدا الذكر هو يقوم بعمليه تزاوج. ولكن الذكر كان بيقلش. في قدامنا حل من الاثنين، يا اما احنا ما نخليش الانثى ترقد على البيض دوت وناخد البيض دوت ونرميه كله على سبيل ان احنا نريح الطير، يا اما نسيب الانثى تكمل عمليه الرقاد على البيض. لو الذكر والانثى بيرقدوا يبقى انت لازم تريح الاثنين. اما لو نوعيه الطير اللي بتربيه الانثى بس هي اللي بترقد زي البادجي، يبقى في الحاله دي ممكن لو الانثى ما بتقلش تخليها تنتج. طيب بالراحه كده، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت مثلا حاجه زي الكوكتيل، والكوكتيل الذكر بيشارك الانثى في الرقاد على البيض، ان هو يرقد على البيض او ينام على البيض. فلو الذكر بيقلش ما ينفعش ان انت تخلي الذكر يقوم بعمليه رقاد على البيض وتزاوج وانتاج، لان ده كده هيبقى ستريس كبير عليه. الرقاد جوه العش
بيبقى استرس وضغط وارهاق كبير انت بتعرض الطير ليه. طيب ليه؟ لان العصفور بيكون في درجة حرارة اعلى والتهوية مش قوية كالمعتاد، والعصفور في حال السكون ما بياكلش ما بيتحركش كتير قاعد باستمرار، فالتوقيت دوت بيبقى كده ده حاجة استرس ومجهود عليه. طبيعة الطيور كلها بتحب ان هي تقعد تطير من شجرة لشجرة ومن مكان لمكان، فان لما العصفور يكون في وضع البيض بيبقى كده ده لود عليه. لما العصفور بقى كمان يكون بيقلش يبقى انت كده بتعمل عليه لود اكبر، لان القلش دوت او طرح الريش مقصود بيه بان في ريش بيقع من جسم العصفور وبيطلع مكانه ريش جديد. ده بيكون بسبب تغيير الموسم من موسم صيف لشتاء وتتابع دورات الانتاج او فصول الانتاج الصيف والربيع والخريف. كل ما درجة الحرارة بتتغير كل ما العصفور بيقلش بيوقع ريش من جسمه ويرجع يطلع له ريش جديد. الريش الجديد اللي بيطلع دوت بياخد من غذاء ومجهود من جسم العصفور. فلو العصفور في وقت تجهيز لوضع بيض بيبقى كده ده اللود عليه، فبيفضل ان انت ساعتها ما تركبش العش. ولكن انا هنا اللي عندي ان الذكر هو بس اللي بيقوم حاليا بعملية القلش، اما الانثى كانت بتقلش وخلصت موسم القلش بتاعها خلاص او توقيت القلش وبدأت بعد كده تحضر لوضع البيض. مش كده وبس، بدأت كمان تجهز نفسها لان هي تاكل المحار وتخلص المحار اللي عندها على سبيل ان هي تقلل من المنقار بتاعها وتاخد قدر كافي من الكالسيوم. انا ما بستعينش بس بالكالسيوم دوت اللي موجود قدامنا اللي هو متمثل في المحار، لا انا بديها كمان كالسيوم خارجي اللي هو كالسلوكس. كالسلوكس من اعلى المنتجات اللي انا جربتها من على طيور الزينه، وفي منتج تاني بديل ليه اسمه كالفاست. المنتجين دول جمال جدا عشان يمدوا العصفور بالكالسيوم، لان البيض اللي العصفوره بتحطه بياخد كالسيوم وطاقه كبيره جدا من جسمها، فلازم تعوض لها الكالسيوم دوت بانك تديها جرعه كالسيوم، ولكن يفضل ان هو قبل وضع البيض. طيب قبل وضع البيض ليه؟ ولازم كمان حتى يكون قبلها فتره طويله. طيب تفرق معايا في ايه؟ تفرق معايا ان جرعه الكالسيوم ما تزيدش عند جسم العصفور في توقيت وضع البيض، فبالتالي تيجي الانثى تحط البيضه يبقى البيضه عليها نسبه كلس كتير. الجدار الخارجي اللي هو اللي موجود على البيضه اللي هو اللي لونه ابيض دوت، ده عباره عن كالسيوم صافي خارج من جسم العصفوره. فلو انت جيت في اثناء وضع البيض وحطيت للعصفوره الكالسيوم كده، البيضه اللي هتخرج ممكن يكون جدارها سميك زياده عن اللازم، وبالتالي الجنين او الفرخ اللي موجود جوه البيضه ممكن ما يقدرش ان هو يكسر البيضه ويخرج للنور، فيبقى انت عملت مشكله وانت ما انتش داري. فيفضل انك تدي الكالسيوم دوت اثناء ما الزوج لسه بادئ يبص على العش بتاعه، وهي الجرعه كلها بتكون 3 ايام او 5 ايام بحد اقصى، ما تكترش عن كده. وطبعا لازم تلتزم بالجرعه اللي مكتوبه على العبوه المرفقه مع الدواء بتاعك، في العبوه بيكون عليها نشره مرتده لازم تلتزم بالجرعه بتاعتها. طيب بالنسبه للانثى بقى، لو الانثى اللي كانت بتقلش اثناء وضع البيض نعمل ايه؟ في الحاله دي المفروض ما نخاطرش بصحه الانثى بتاعتنا، ولازم على طول نشيل البيض دوت ونشيل من عندها العش لحد ما الانثى تخلص وضع البيض، وبعد كده ممكن نرجع لها العش من جديد. طيب وليكن ان الانثى خلاص بدات تحط بيض وفي عندنا بيض خلاص واحنا عاوزين نحافظ على البيض ده، نعمل ايه؟ قدامك في اختيارين. الاختيار الاولاني انك تاخد البيض دوت كله منها وتحضنه تحت اي زوج تاني موجود عندك طالما انت ضامن ان البيض دوت كله عمران. الاختيار الثاني انك تسيب تحت الانثى البيض، ولكن لازم تديها بقى جرعات مكثفه من التغذيه زي البيض وزي الغله وزي الجرجير وزي الفواكه. لازم تقوم بالموضوع دوت بصوره منتظمه وفي مواعيد منتظمه على سبيل تعوض الانثى الارهاق اللي وقع عليها من اثناء الريش. وما تنساش كمان تحط للطير بتاعك البنجر والجزر عشان دول اكتر حاجتين مفيدين لريش العصفور ونموه ولمعانه اثناء طرح الريش. ده موضوع كامل كده، او ده كده اتكلمنا عن موضوع طرح الريش وعن التزاوج. دايما لازم تلاحظ الطير بتاعك وتشوفه هل بيقلش ولا لا. لو عندك زوج بادئ يقلش ما تركبلوش العش دلوقتي، استنى لحد الزوج لما يخلص القلش بتاعه خالص وبعدين تركب له العش. فترة القلش بتكون من 4 أسابيع لست أسابيع بحد أقصى، بعد 6 أسابيع بيكون الريش كله كمل واكتمل نموه، وبعدها ممكن تشغل الطير بتاعك. بكده خلصنا الموضوع بتاعنا، لو استفدت من الفيديو ما تنخش علينا وتعمل لنا لايك للفيديو وشير عشان غيرك كمان يستفاد. أسيبك على خير في رعاية الله.